يكون بأحد يؤخر الصلاة، أريد أن أشرح له. يؤخر الصلاة عن وقتها؟ نعم نعم. طيب سؤاله الأخير يقول يعني يريد توجيها لمن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها. تأخير الصلاة عن وقتها هو إذا كان يفضي إلى إخراجها فهذا من عظائم الإثم وكبائر الذنوب. نعم. يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإضاعة الصلاة هنا من صورها إضاعة شروطها، وذلك إضاعة ما يراعى من الوقت، هذا مما يدخل في إضاعة الصلاة إضاعة وقتها. وكذلك قال الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا نوع من السهو عن الصلاة أن يتركها حتى يخرج وقتها. الواجب على المؤمن أن يبادر إلى الصلاة ويعلم أن تأخيره الصلاة من غير سبب حتى يخرج وقتها هو من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهذه النصوص تبين خطورة ما يفعله بعض الناس من ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها، تجده إما في مجلس أو في لعب أو في لهو، بل حتى بعضه قد يكون في عمل، لكن هذا لا يعني أن لا يترك ما هو فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه في محكم كتابه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلقد تقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا في القتال، الله تعالى يأمر رسوله الدماء تمشي والرؤوس تتطاير، والله تعالى يقول لرسوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فجعل الإقامة الصلاة أمر مفروغ منه حتى في أوقات القتال، والله تعالى يقول فإن خفتم يعني في 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 حرب أو طلب أو غير ذلك فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن ينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلاة ولا يضيعها. تضيع الصلاة هو إضاعة للدين، هو خط أحمر من تجاوزه يوشك أن يهلك ويلحق بغير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فأنا أوصي إخواني وأخواتي صغارا وكبارا شبابا وشيبا ذكورا وإناثا أن يحرصوا على الصلاة، أن يحرصوا على الصلاة. الصلاة نور، والصلاة هي صلتك بالله عز وجل، إذا صلحت صلح عملك. كثير من الشباب تأخذه ساعة اللهو واللعب وتجدها أصبر شوي خلنا بعد قليل أصبر خلنا أخلص الشغلة اللي في يدي أو أخلص السالفة فتمضي الأوقات، ثم سبحان الله إذا مضى الوقت لحقته الصلاة الأخرى تهاونا حتى تخرج الصلاتين، هم يقولوا صلاتين ما نصليهن ثقيلات، ثم يترك الصلاة على هذا المنوال حتى يتمكن الشيطان منه فيصدق عليه قول الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان. شوف كيف التعبير القرآني، استحوذ عليهم كما لو أنه جمع شيء، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أصبحوا غافلين عن الله عز وجل، وبالتالي غفلوا عن حياتهم، ماتت قلوبهم، لأن الغفلة عن الله موت للقلب، ومن غفل عن الله مات قلبه. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل حي ميت. الصلاة حياة للإنسان، حياة لقلبه، حياة لروحه، سعة، انشراح، بهجة، في خير كثير. فلماذا يتوانى الإنسان الآن لما لو قيل لنا أنه في توزيع 5000 لكل من يأتي أو توزيع 1000 ريال لمن يأتي، بل حتى لو أقل من ذلك، بعض الأحيان 50 ريال، وترى الصفوف يعني يقفون في الشمس والحر والعناء، ليس لبرهة ودقيقة يجي يأخذ، لا ساعات. تجد ساعات متطاولة حتى يأخذ 50 ريال. فكيف يترك هذه الصلاة التي هي طريق الجنة، هي التي ينال بها سعادة الدنيا وفوز الآخرة؟ طريق الجنة لا يعني أنه لا يدرك فضل الصلاة إلا في الأخير، لا، الصلاة سكون وطمأنينة وراحة وبهجة. وقد قال الله تعالى
في وصف حال أوليائه إن الأبرار لفي نعيم، نعيم من نعيم الدنيا للأبرار ما يجدونه من لذة الإيمان وبهجة النفوس بالطاعة والإقبال على الله عز وجل. أنا أوصي إخواني وأخواتي وأنبه بناتي وأخواتي إلى العناية بالصلاة، لأنه يعني الأخوات يقع عندهن بعض الأحيان تفريط في الصلاة في أوقاتها، وقد تتكاسل، وقد بما أنه يأتيها فترة ما تصلي قد تغفل عن الغسل ويمتد هذا لوقت، فتحرم نفسها من النور وتحرم نفسها من الخير. فينبغي للمؤمن أن يحرص على صلاته. صلاتك هي حياتك، الصلاة نور، وضد النور الظلم الظلمة. وأنت تصور أنه كلما أقبلت على الصلاة أشرق قلبك، وكلما تركت الصلاة وتوانيت فيها أظلم. وإذا أظلم القلب انطمست البصيرة. سأل الله أن يرزقنا وإياكم إقام الصلاة. ولنذكر قول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيراً. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضاً على تويتر. وبإمكانكم دائماً مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.